قال الإخوة من الجزائر من دلس يبلغونك السلام ويقولون نريد نصيحة في كيفية دراسة الفقه، هل هو حفظ أم ماذا؟ أول شيء وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. ثانيا إخواني في الله، دراسة الفقه لا غنى لك عن المشايخ ولا غنى لك عن أهل العلم وطلاب العلم، فهم يقصرون المسافة ويقللون الزمن، وبالتالي إذا عجزت عن ذلك فعليك بالكتب وليس بالنت، عليك بالكتب. فالكتب هي مصدر العلم الثاني، الأول المشايخ، الثاني الكتب. فالكتب إخواني في الله تبدأ بكتب التي تعرض الفقه بناء على الدليل من آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. وفي زماننا كتب الشيخ عبد العظيم كتابا سهلا ميسورا، وهو كتاب الوجيز، فهذا كتاب ميسور سهل يعرض لك الفقه بالدليل. وإذا أكرمك الله عز وجل وتوسعت فعليك بكتب شيخنا الألباني في الفقه، فقد كتب في صفة الصلاة وأحكام الجنائز وتحذير الساجد واتخاذ القبور مساجد، آداب الزفاف وغيرها، والكتب كثيرة ودرسنا أكثرها والحمد لله. وإذا تقدم بك الأمر تنظر إلى كتب التي شرحت أحاديث الأحكام بناء على الدليل وليس على المذهب، مثل سبل السلام للصنعاني وشروحات بلوغ المرام. فإذا تقدم بك الأمر دخلت إلى نيل الأوطار للشوكاني، ثم لا غنى، نرجع، لا غنى لك عن المشايخ، لا غنى لك عن المشايخ. الخطوة الثالثة، إذا لم تستطع فعليك بالنت، وهناك دورات تقام، هناك دروس مسجلة، ولنا والحمد لله باع وذراع، عرضنا الفقه من صحيح البخاري، درسنا الوجيز مرتين لكن للأسف لم يسجل، وهكذا. فما تجده مبوبا ومسجلا فاحرص عليه. وكبار العلماء لهم تسجيلات أمثال شيخنا الألباني والشيخ ابن عثيمين، ونسأل الله أن ينفع بنا وبكم. طريق الفقه طويل ليس قصيرا، وليس كما كان يقول شيخنا علي الحلبي، الفقه والعلم ليس عبارة عن كبسولة أو إبرة، كبسولة تأخذ لك حبة هيك ولا أنت صرت إيش فقيه، أو إبر واحد يدقك. قال لم يخترعوا لغاية الآن لا كبسولة ولا إبرة إنك تأخذها تصير إيش طالب علم أو عالم. العلم كما قال يحيى بن أبي كثير، لا يستطاع العلم براحة الجسد. فبعض طلبة العلم بكون في البيت لكنه تعبان بسبب التفكير المستمر في الفقه، وبسبب الكتابة، وبسبب التركيز. التركيز الذهني تعبه أكثر من الجهد العضلي، ولذا أكثر شخص يأخذ راتب في المصنع مين؟ المدير، مع أنه أقل الناس في المصنع جهد عضلي وبدني، لكن العمال أقل الموظفين راتبا، ومع ذلك هم أكثرهم جهدا عضليا وبدنيا. لكن أكثر الناس تعب ذهني من؟ المدير، إدارة ومتابعة ونظرة وهكذا. فبالتالي أنت يا طالب العلم إذا أردت أن تكون طالب علم تحتاج إلى تعب، لا يستطاع العلم براحة الجسد، تعب. وإذا حبب إليك القراءة فهنيئا لك، تفتح الكتب، تعيش بين الكتب. الحمد لله المكتبات موجودة، المكتبات العامة، وإن كان من يطرقها قليل، وهناك مكتبات شخصية موجودة والحمد لله عند طلبة العلم والإخوة.
موجود الكتب، عليك بالقراءة. وإذا كان والدك طالب علم وعندك كتب، وفر عليك نصف الطريق. كتب بين يديك، اقرأ. أين الهمم؟ إذا رجعنا إلى ثلاثة أمور مهمة حتى تطلب العلم وتصبح فقيها: واحد، الإخلاص لله، اثنين، الهمم، ثلاث، اغتنام الأوقات.